مشاهدينا اهلا بكم، كنرحب بجميع متتبعي صوت العداله داخل وخارج ارض الوطن. معنا اليوم واحد الضيفه اللي هي متتبعه وفيه لينا، جاتنا من مدينه دمنات باش توصل رسالتها. حنا اليوم كاعلام ساعدناها باش توصل صوتها، وانتم كذلك بدوركم غادي نساعدوها بالبارطاج. حكيمتنا كانت في حق من حقوقها كمواطنه اللي مفروض انها يكون حق واجب لها. اليوم حكيمة كتصارع في مرض السرطان ورغم ذلك ما تنازلتش على حقها. نسمعوا قصة حكيمة وليكم الحكم. مرحبا بك حكيمة. الله يبارك فيك اختي. اش اخبارك؟ الله يبارك فيك. صحيحة؟ الحمد لله. واخا حكيمة، عرفينا براسك وقولي لنا القصة ديالك اليوم، شنو اللي خلاك ترقي ابواب صوت العدالة؟ شكرا. اولا السلام عليكم مشاهدينا الكرام من غاربة. جيت اليوم من مدينة دمنات قصد هاد القناة على اساس انني وصلوا الصوت ديالي، لانني دقيت جميع الابواب وهذه 6 سنين وانا كنتسنى باش الحق ديالي نشدو ما شديتوش. ومن بين الحوايج اللي درت انني التجأت للقضاء اللي خدمت مع هذا السيد الاجنبي، خدمت معاه 3 سنين، ما بغاش يديكلاريبيا، ما بغاش يديكلاريبيا، ما بغاش يعطيني لي فيش دو باي ديالي. هضرت انا وياه ماشي مشكل، ديكلاريبيا في 2009 ولكن كيدير انت بديتي معاه العام؟ بديت معاه 2006 ولكن ما كيبغيش يديكلاري بيا. في 2009 هداه الله وديكلارا بيا ودار لي البطاقه ديال لا سينيسيس، ولكن كيديكلاري بيا شهر وكيمشي 3 شهور، كيديكلاري بيا شهر وكيمشي 4 شهور. ملي قلت له ودي هادشي اللي كدير فيه راه ماشي هو داك، انت من بلد من فرنسا راه بحال القانون الفرنسي بحال القانون المغربي، خاصك ديكلاري بيا وتعطيني لي فيش دو باي. أنا شنو نوعية العمل اللي كنتي كتشتغلي معاه؟ أنا كندير مسيرات دار الضيافة موجودة في رياض أغبالو في جامعة تيفني في دمنات في المنطقة سميتها إيميني فري، تما فاش كنخدم معاه وخدمت معاه على أيين، دار لي لا سينيسيس وبقينا خدامين. واحد الوقت بدا كيدير أي حاجة باش يسوسني، واحد النهار تفاجأت بدون أسباب، واحد النهار تفاجأت أنني جيت للخدمة ديالي على الصباح بغيت نخدم، لقيت وجد لي الشطابه والكراطه ومعه واحد السيد من ايميني فري. لا بلاش نوضحوا هذه النقطه حكيمه، واش بدون اسباب ولا لحقاش طالبتي بالحقوق ديالك؟ انا غير طالبت بالحقوق ديالي، ولا كيدير لي بغى يدير لي الطرد التعسفي وباي طريقه خاصو يخرج. تفاجات بيه، عطاني كراطه والشطابه قال لي ايوا سيري خدمي على راسك. قلت ليه لا، انا كندير مسيره ماشي كندير منظفه وماشي كندير فام دميناج، انا كندير مسيره خاصني نبقى في خدمتي، الا ما بغيتيش اعطيني القوانين ديالي الله يعاونك باش انا عباد الله كتخدم وكتزاد في الكراد ديالها وكتطور وانا تنزل لي، ما يمكنش. اعطيني اسباب، واش سرقتك واش درت لك شي حاجه؟ راه القانون كاين. كلام منطقي. ايوا صافي، ملي قلت ليه بحال هكا ما عجبوش الحال وبدات المشاكل من تما، طلعت عند مفتي الشغل دار لي محضر الله يجازيه بخير، صابوا لي مزيان وكنشكروا من هذا المنبر، صوب لي الملف ديالي ودفعت للمحكمه وشديت محامي ديالي والامور هذه هي هذيك. في 2014 حكمت لي المحكمه مزيان، انا فرحت ملي حكمت لي المحكمه، بغيت نطير بالفرحه لانني صالحك. نعم، حكمت لصالحك المحكمه؟ حكمت لصالحي وعطتني واخا داكشي باش حكمت لي كنشوفوا انا قليل في حقي لانني خدمت واحد المده وخدمت بالليل. شحال المده اللي خدمتي؟ خدمت معاه من 2006 حتى 2013 بدات المشاكل، وبقيت عام كله حتى 2015 وانا جالسه معاه في لوطيل، وجاب لي الجيرون الاول، جاب لي الجيرون الثاني، وجاب لي الجيرون الثالث، وفي الاخير دخل لي هذا المغربي. فاش كنتي باركه معاه في لوطيل كنتي كتباشري العمل ديالك عادي ولا شنو بصفتك؟ ما خلونيش نباشر العمل ديالي لانني حيد لي السوارت ديال الكوفر، حيد لي الوثائق، حيد لي كل شيء. يعني متجاهله في الخدمه ديالي؟ متجاهله في الخدمه ديالي، ولكن المحامي ديالي قال لي ما تخرجيش نهائيا من هذيك البلاصه حتى نقولها لك انا. هذا هو السبب اللي خلاك تبركي عام هكا؟ بركت عام على اعصابي، وهذا هو اللي سبب لي في المرض ديال السرطان، اعصاب ديالهم، لانني عام ولا عام ونص ما كنتخلص وعليا الشارج ديال هذا. ديك الساعه كان فيا السرطان. كنتي هذه المده ديال العام كلها ما تيخلصوش؟ ما كيخلصونيش،
كيخلصونيش وكيتجاهلوني وكيديروا عليا جميع الانواع ديال التعسفات. هذاك السيد اللي خلاتنا كان كيبغي يضربني، كيسد عليا البيبان، قال لك لا دخلتي ما غاديش تخرجي، الا خرجتي ما غاديش تدخلي. انا بغيت هذا السيد نعرفه باش من صفه كاين تما حتى كيدير عليا هذا الشيء كله. شي ماشي مشكل، حكمت ليا المحكمه ولكن نظرت ليا هذا المغربي، هذا مغربي كيقول اجنبي باش يكون كلام واضح. واش دار مع هذا الشيء هو الهدف ديالي. انا كنطلب من الرئيس المحكمه ديال الزلال يستدعي ليا هذاك السيد اللي في لوطيل باش نشوف اش من صفه باش جالس تماك. الا كان كاري لوطيل راه كنت فيه، الا كان شاريه راه كنت فيه. جميع الحالات انا كنتسال فلوسي خصهم يعطيو ليا الناس اللي لقيت في لوطيل. النصراني خدمت معاه، ولكن مادام حط لي واحد السيد في هذيك البلاصه انا كنعرف هذاك السيد اللي في هذيك البلاصه. والرئيس المحكمه من هذا المنبر كنشد الرئيس المحكمه ديال الزلال انه يساعدني، لانني انا عندي سرطان مريضه، ما عنديش استعداد نحط الريال مازال في شي قضيه نهائيا. ما عنديش استعداد، ما عنديش 48 سنه وسرطان وحتى من كوفيد استفدوا الناس من الرميض، حتى من كوفيد انا ما استفدتش، لان نورمالمون ملي كتطلع النيميرو ديال الرميض ديالي في لاسينيسيس في الرميض كتطلع لهم بانني عندي لاسينيسيس، ما استفدتش. انت ما كتشتغليش دابا؟ ما كنشتغلش من نهار عندي سرطان، ما كنشتغلش. فين غادي تشتغلي؟ يعني انا ما قديتش نشتغل، ما عنديش الخوايا نهارت كاع في هاد المرضى ديال السرطان. ما عنديش دابا باش انتي مريضه بالسرطان من 2000 اواخر 15 2015 البدايه ديال 16. وشكون اللي كيصرف عليك في هاد الفتره هادي؟ هاد الفتره غير الناس ديال دمنات الله يجازيهم بخير، وكنشكرهم من هاد المنبر. كنشكر الناس ديال دمنات من الصغير حتى الكبير، والعائله ديالي والوالده ديالي، وكنساندهم تيساندهم. حول ولا قوة الا بالله. الوالدة ديالي اللي كانت هي انا في الحقيقة 48 سنة، لا اب لا اخ لا زوج لا شغل لا صحة. انا كتحسي براسك ما تشكيتي على والو حكيمة؟ لا، الوالدة ديالي هي اللي شدات معايا الدقة مزيان، وكناشد الناس ديال القانون والجمعيات والناس ديال الجمعيات ديال داء السرطان. لان حنا كنقولوا لا للسرطان، كنديروا المستحيل باش نعيشوا، وكنديروا المستحيل باش نسيروا الحياه ديالنا، ولكن بعض العناصر الله يهديهم الله ياخذ فيهم الحق ما كيخليوناش. انا جيت لهنا حتى عييت، درت المستحيل، ما خليت ما درت. شكيت عند وكيل الملك، شكيت عند رئيس المحكمه، ما خليت ما درت. شكون اللي كتناشدي يا حكيمه من هذا المنبر؟ انا كنشد الجمعيات الحقوقيه، وكنشد المحامين اللي عندهم الضمير. على ذكر المحامي، المحامي ديالك شنو كيقول في هاد القضيه ديالك؟ المحامي ديالي انا ولات المحامي ديالي كيجلس حتى نشكي عند وكيل الملك والرئيس المحكمه باش يقول لي اش غندير، وكنشد الطاكسي نركب باش نمشي عند المحامي ديالي باش نقول ليه اش اللي غادي نديرو. هذا الشيء ماشي معقول. المحامي مادام عطاتو 20% خاصو يخدم معايا هو، ما خصوش يوقف. لان يعني 6 سنين انا محتاجه الفلوس ديالي، انا بغيت ندير الكونترول، انا بغيت ندير اي حاجه باش ان شاء الله سبحانه وتعالى نتشافى من هذا المرض. وعندي هذا المرض انا ماشي مقلقه منه، انا فرحانه به، ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. بالعكس هذا المرض راه قواني وعطاني القوه، وكنشد سيدنا الله ينصره، لاننا في بلاد الحق والقانون، ماشي عليا انا الحق باش كل مره يستدعيوني ونخسر فلوسي. وهذاك اللي قال في لوطيل ما غاديش يستدعي ونشوفوا باش من صفه كاين تما. هذا ماشي، هادشي ماشي معقول، هادشي راه خص اعاده النظر فيه. حكيمه، حنا سمعنا رسالتك، واكيد المغاربه كلهم سمعوا رسالتك، والكل غادي يتعاطف معك، وصوتك غادي يوصل يعني للجهات المختصه. شنو هي الرساله اللي تبغي توصلي لهذا النصراني هذا اللي كتشوفي انه نهكك في الحقوق ديالك في البلاد ديالك؟ هذا النصراني ما عليا غير نقول ليه nous sommes dans un pays où il y a le droit comme la France, nous ne sommes pas des esclavages, on a un bon roi, on a une loi, et j'espère que la justice marocaine m'aide à prendre ma langue.